النهارده بعد توقف الدوري واول اسبوع لتوقف الدوري كده، خلينا اكلمكم على بعض الكواليس اللي موجوده في نادي الاهلي ونادي الزمالك والاتحاد الكره في البدايه كده. اجواء كتيره موجوده خصوصا في نادي الاهلي. نادي الاهلي في اكتر من ملف عندهم اليومين دولت، لكن الملف الطاغي اكتر هو ملف التجديدات من قيمه يعني دقائق معدوده كده. حسم تجديد حسام عاشور، واللي هو الامر يعني اللي حسام عاشور كان غضبان منه جدا، لان الاهلي قال او ابلغ حسام عاشور كده ان هم مش هيجددوا له بناء على رغبه فايلر اللي هو مش محتاجه معاه، وده اللي كان مضايق جدا حسام عاشور واللي اكد فيه اللي هو يعني مستغرب من تعامل الاهلي معاه. الاهلي خلاص جدد عقد وليد سليمان، واحد يعني مصادر داخل الاهلي كده اكد لينا اللي فيه خلاص شبه توصل اتفاق رسمي مع احمد فتحي، هيتم الانتهاء والاعلان عنه بشكل كبير يوم الاحد باذن الله. يعني حسام عاشور الابواب يعني خلاص بقت مقفوله ما بينه وما بين الاهلي. حسام اللي مزعله في الموضوع كله اللي هو زعلان اللي هو بعد اللي قدمه الاهلي ده كله بيتم التعامل معاه بالاسلوب دوت، وقال اللي هو كان رايح النهارده الاهلي على امل ان هم يعني يتفاوضوا معاه في عدد السنين او يعني تجديد موسم او موسمين، لكنه فوجئ باللي هم بيقولوا له يعني اللي هو خلاص شوف عرض او اعلن اعتزالك. لكن في الجانب الاخر بقى كان في ازمه قويه جدا في الاهلي خلال اخر مران للاهلي قبل الاجازه كده، يعني حصلت مشاده قويه ما بين رمضان صبحي وما بين بادجي اثناء التمرين، ودوت اللي بسببها الغي التمرين، وبدا بقى يعني تدخل كده شريف اكرامي فايلر عشان يخلصوا الموضوع. لكن الكابتن زايد عبد الحفيظ برضه طلع بعدها واكد ان الاثنين هيتم توقيع عليهم عقوبه ماليه قويه بسبب الواقعه ديت، وقال ان الواقعه دي المفروض ما تحصلش جوه الاهلي. اجواء كتيره، لكن من اهم الاجواء برضه داخل الاهلي ان مجلس اداره الاهلي قرر ان هو يهد استاد او مدرجات ملعب التتش، وهيسيب المقصوره الرئيسيه القديمه. قالوا اللي هم ليهم كذا تصور لملعب التتش هيتم تنفيذه على يعني المكان اللي هيتم هدمه دوت، اللي احنا هنشوفه باذن الله خلال بقى الفتره القادمه. لكن طبعا كل يعني الجمهور الاهلي بيحتفل من امبارح بتجديد لوليد سليمان لاعب الاهلي اللي كان ينتهي عقده مع الاهلي كده بنهايه الموسم. اجواء بقى نادي الزمالك طبعا متغيره الى حد ما النهارده. نادي الزمالك طلع قرار مد اجازه اسبوع تاني او اغلاق اسبوع تاني امام اعضاء نادي الزمالك بسبب برضو موضوع كورونا وبسبب فيروس كورونا. ربنا يا رب يعدي الايام ديت على خير. ملف التجديدات داخل نادي الزمالك ماشي بشكل هادي جدا. محمود علاء جدد مع النادي 4 سنين كده بشكل هادي جدا وانهى الامور بشكل رسمي على طول. لكن الدنيا الى حد ما بقى كان في غضب قوي للزمالك داخل الزمالك بسبب عدم النظر في استئناف المقدم من نادي الزمالك على العقوبه الموقعه ضد شيكابالا في نهائي السوبر المصري، واكد بقى مسؤولي الزمالك امبارح كده ان هم هيتجهوا للتحكيم الدولي وهيبداوا يرفعوا يعني قضيه عشان يعني يوصلوا لحل الى حد ما مع ضد مع شيكابالا. لكن امام عاشور بقى هو اللي برده مبروك ليه النهارده بسبب تخفيف العقوبه عليه بعد توقف موسم كامل لحد لما وصل برده ال 10 ماتشات زيه زي كهربا كده. لكن اجواء لحد ما داخل نادي الزمالك بتعد مستقره، مفيش يعني مشاكل كتير. لكن الازمه بقى اللي موجوده الى حد ما دلوقتي هي موجوده عند الحكام في اتحاد الكوره. كابتن ايهاب جهاد جريشه كده الحكم الدولي هيبدا يلجا هو كمان للتحكيم الدولي بسبب القائمه بتاع الحكام الدوليين كده. جهاد جريشه كان معترض على فكره اللي هو تم وضعه في التصنيف الثالث الحكام او رئيس لجنه الحكام في اتحاد الكوره، حط الكابتن ابراهيم نور الدين كده في المقام الاول او في الترتيب الاول، وبعدين امين عمر، وبعدين الكابتن جهاد جريشه، وده اللي اغضب الكابتن جهاد جريشه جدا، وكان مستاء يعني من الاختيارات ووضع في التصنيف الثالث، وشاف اللي هو ممكن ما يعتمدش عليه في كاس العالم. لكن الغريب بقى شويه والاحداث اللي حصلت الى حد ما كان غريب شويه هو الحاج سمير حلبيه كده يعني رئيس نادي المصري اللي طلع بتصريح غريب جدا خلال الفتره اللي فاتت دي كلها، يعني شغل الراي العام اول لما طلع وصرح وقال ان في اكتر من لاعب مصري مصاب بالكورونا واتحاد الكوره مش عايز يعلن. ده كان تصريح غريب شويه من مسؤول بحجم رئيس نادي المصري، لكن على طول المسؤول اللجنه الطبيه اللي في اتحاد الكوره طلعوا ونفوا الكلام دوت وقالوا ان مفيش اي دليل من الصحه. اتحاد الكوره حاليا في الوقت الحالي بيناقش ميعاد يعني عوده الدوري المصري، لكن كل التدابير وكل الاتجاهات كده رايحه ان باذن الله ميعاد الى حد ما او يعني مبدئيا الوقت المبدئي كده اللي محدده الاتحاد المصري هو اول شهر 5، يعني 1/5 يكون ظهر اي حلول او وضع اجراءات وقائيه كده او احترازيه لفيروس كورونا. كل بقى لعيبه الدوري المصري سواء اهلي وزمالك اسماعيلي مصري، كل لعيبه الدوري المصري دلوقتي انقسموا لجزئين. قسم لحد ما قاعد هو في فيتو كده بينطق
بالكوره اللي هي يعني المناديل، وجزء تاني قاعد بيعمل مبادرات محترمه جدا، وده اللي عجب كل عشاق الكره المصريه، وده اللي احنا طبعا كلنا منتظرينه، وهي مبادرات كفاله الاسر اللي هتكون متضرره من الفيروس، كونه اكتر من لاعب دخل فيها. لكن بقى طبعا سعد سمير ما حبش اللي هو يعدي الموضوع كده بسهوله، واول لما وائل جمعه الكابتن وائل جمعه اعلن على صفحته الشخصيه كده ان هو بيتكفل بكام اسره هيعولهم خلال فتره التوقفات ديت، بدا على طول سعد سمير يعني مازح وائل جمعه كده، ويبعت رساله لعمرو السولية ويقول له يعني كابتن وائل، عمرو السولية لحد دلوقتي مختفي، الشبكه واقعه عنده ولا ايه؟ لان هو بيخاف شويه على فلوسه يعني. سعد سمير على طول بيستنى اي فرصه كده عشان يبدا يهزر ويضحك مع كل اللي حواليه. اجواء هاديه الى حد ما في الدوري المصري او في الملاعب المصريه بعد التوقف، واجواء سخنه الى حد ما عند مسؤولي الاهلي بسبب ملفات التجديدات واكتر من ملف يعني. باذن الله باذن الله باذن الله قريب جدا نرجع معاكم من اول وجديد في الدوري، ونبدا من اول وجديد نقعد قدام شاشه التلفزيون ونتفرج على التلفزيون ونتفرج على مباريات الدوري الممتاز بعد انتهاء باذن الله فيروس كورونا بسلام. ويا رب يا ريت كلنا نلتزم ونقعد في بيوتنا.